عزيز كبر مش يعدي الباك. يا بنتي فكتش علينا من زغريت الصباح. زغرتك ينجح هذا اذا طف به ربي. صباح الخير. شو ريتك النشاط، ريتك الحيويه. ها جو ربي قل لي توا هذه حاله نتاع انسان ماشي يعدي الباك. ها قل لي بليدي شنو هي الماده اللي باش تعديها اليوم؟ اليوم ظهر لي فلسفه. اوكا من المرسى بدينا نقدفوا. قال لك ظاهر لي فلسفه. شو كاش يتنعس شو يا ودي مشيش ترقد على الورقه نتاع الامتحان ليه يزي؟ ترى تشوفوا كيفاش يفطر ويفيق ويولي الكل نشاط وحيويه. هذاك يلزموا الدوباج. وشوفوا شوف شو يحب يفطر دلو الجيجي. تحب نعمل لك جده فريزة ولا كعبتي نعظم مصموتين عربي والا نعملهم لك طيبين في الزبده بلحلي؟ عمل لي قهوة كحلة بركة توفيق. اي وزيد معاهم شيشة مجوركة باش هكاك عينيك يتحلوا فرد مرة. ليه عادي يلزمك تاكل مليح. اش قولك نعمل لك حليب بالشوكولاتة وتختين بالعسل والزبدة العربي هذيك هم. ما توا تحبني ندوخة. اي لا لا اسمع شوف له حاجة على قد جرمه، حاجة بالبيفيدوس. صباح الخير. صباح الخير. يا اخي شبيها جيجي صبحة تزغرت. بجوش يقولوا اللي احنا دبرنا الفويت توا. اش خص فويت؟ شو؟ قال لك اش خص؟ ما يزيش يتناع سرقت وزيد يحب يدبر فوسكا. الله يقدر الخير الله يقدر الخير. انا يقول لي سنة منعت من المصروف نتاع المبروك. اوه يزي شريف شنو هذا؟ تطفل ويحل في شعره هكا تحبه يدخل للامتحان وما ينجمش يروح وما ينجمش يركز. وعلاش ما ينجمش يركز؟ ما هو كانوا مراجع طرف مع شويه زهر حتى ينقزها كيف برشا الناس. قمر قمر يزي لا تجيك جيت وتوريك. وانا اش عندي قلت له؟ بالعكس انا كنت طلع في المغا. اي حاجه اسمك تاكل مليح. بي اسمعني كي تدخل لازم باش تحط طابع سكر في فمك. بالك تتخيل بك الطرف فيتامينات وشويه سكر اللي باش تعطيهم له باش يحكوا فيه توا توا. اي بون 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 ستوب يزينا يا ربي العمل عليك يزينا من الحكايه هذوما. اسمع شو ايش نقول لك؟ برمشي عدي على روحك وليدي وربي يجيبك في الصواب وبون شونس وحظ سعيد. خلي بوك يحفلها السنه. اي ربي معاك. الضربية هادية؟ ليه اللي فرشينها في السقف؟ دي نحكي على ضربية جديدة. جابها واحد الصباح فرشها قبل ما تجي انت مخر. وقال لي راهو عارف السي شريف هو اللي كمانديها من عنده وقال لي زيادة. يا صدى يزيني من قالوا نقيل على الصباح. صباح الخير. صباح الخير عارفي. جات الضربية. اي عارفي جابها راجل الصباح قبل ما تجي قبل ما تجي انت. والله هاو طلع بكلمته الراجل. والله قليل ياسر تو تلقى تاجر متجول مريقل كي السيد هذايا. لا لا وعلوشة ايش شم ريحة ايش شم ريحة علوشة سيدي خويا تو وقت زرابية وين تقشف اللي تحكي عليه هذي كلقف بها ربي تعملوا من يوم 200 قالها لي 250 برك. ولا مهف شو ما؟ ليه عارفي نقصد مسكيك 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 هكا ذكي هكا هكا. وقداش عندك كذاك اللي يسميو فيه الحس التجاري؟ ايا طبعا يجي تسمي الحس بتاعك هذي كيفاش دبرتها بربح الحق؟ شوف انا هبت من المحكمة. لاباس عملت عملة عارفية عملت عملة عملت عملة هشام شوف هشام انا عندي عمايل واحد نسالو شيكات بدون رصيد. ابو شكون هذا؟ هاك القليب مش سمحته انت؟ كيف في بالي سمحته؟ ما عندي معاها كالكمبيالات هذوكم انا. كي شعر بروحه السيد قدام باب الحبس. قال لي ايجا يا فلان نتفاهموا. عطا نعمل لك انا شيكات في الكمبيالات هذوكم واسحب القضية بتاعك. كان اللي عمل لها كاكا. يوخر ويقدم السيد وعاود في صاحبي. عاود انا شكيت به. فعلا. على كل حال عارفي الزربية ياسر قمقومة. وانت قداش عندك ذوق؟ تعرف عارفي؟ نورت وش الريسبشن. وهو كذلك وهو كذلك. عندنا هبط من المحكمه هكاك وعرضني واحد دور فيه تاجر مهف عنده صحابه دي جروسيست. هذا يا سيد شوف اي حاجه اي حاجه تحب عليها في فيترينا من الفيترينات يجيبها لك وبربوع السوق.
هكا مالا اول كمارس ولا بلاش. اسمع عرفي وي الراجل اللي جاب الزربيه كيف ما لقاكش لا انت لا جويده وصلني باش تخليلو انت الفلوس في الغسبسيون. جي خذو من عندي خاطر انا عارفه ديما نجي بكري. باهي اجا معايا البيرو نعطيك الفلوس وانا بعد ماشي البوسطة عندي جواب ريكوموندي تو سويت. عارفه ما تقوليش عبيه لي بالتاي الاحمر بدون هذا. لا لا هذاك معبي برودوي طوب لما فلوس هذا ينظف الخريات وينظف بالارسماب يردم كل يلمع. ستوك كسب اخويا عرفك ولا يهون على مواد التنظيف وانا وتجاني اللحم حبيه باش يشري لنا حاجه نغسلوا بها الكيسان ما حبش قالك تغسلوا بما سبيلك بطبيعته فيه الجبان. اي ومنين جبتوا ذا؟ ذا شريته من سوق الجمعه. واحد جايبه من برا نصب بيه الكهرباء نتاعو قال لي راهو هي ويلمع عمليه. ترى ترى نشوف تجاني هو مكتوب بشنو؟ يا ولدي كل شيء تو مصنوع في السير. صحيح صحيح. استنى استنى هو يقول لي فما جمله مكتوبه تقريب بالانجليزي. شوفها شوف. يقول دماج كارباتيز. شنو هو؟ ما فهمت. ترى ترى هنا ترى. اخي اخي. كولد معناها ينجم. ريت. دماج كارباتيز كارباتيز. هذه ما تفكرتهاش. يقول لي انا فهمت يا جماعه. دماج معناتها دماج. صحيح. معناها يا ستوكو يا حسرة على القطعة كي كانت ما تلمعش، أما بالبرودوي هذايا باش تولي جديدة. صحيح هذا ما تلقاه اسمه قلت الكلمة اللي كنت بكري. كارباتيس؟ كابراتيس هذيك هي. ستوكو فما واحد يسمي البرودوي نتاعو كارباتيس ولا كابراتيس. أنا بيني وبينك مراني مانيش مقتنع بها الترجمة هذيا. باهي بالشيء عليك، أعطيني قهوة شكون؟ وكان مش مقتنع هاد جلوزة. تقتنعش بواحد سيترونات؟ باهي مانيش مقتنع، أعطيني جلوزة. الو 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 يا ودي ترى حسيت مانيش نسمع فيك شمي صوتك الروبو. الو تعلق في وجهي التليفون ما لا نعمل صوتك ما سمعت حد شيء ستاندرد ليستو برشا. اهلا اهلا بالترنكوشة. شنيا نس رستو عارفك جاء؟ اي جاء ومشي هو خليك فلوسك في المصر هيدا تفضل. باهي كي ما خليديش فلوسي في مكتوبه ديما باهي. اسمع عارفي وصاك على الفاتوره اللي عدتو بها ما تنساهش عادة؟ باهي عارف باهي. قل عندي مقالة كارتين بكوة. اي وينو بكوة؟ الدار. خويا الكل على النيدل. تحبوش مرايات كرسون جدد دي كهرباء ومن باكوم زاد. اي وينو باكو؟ ما قلنا في الدار عاد. شنو هو بكتابها؟ اي وينو الكتاب؟ اهو سرقولي في الكار. لقاه سارق ولد حرام نشيل ونثر. الله لا تبارك له. ايه مين؟ تعرف شنو؟ تحبوش بورتابل؟ بنت استنى استنى ستوكو يحب على التليفون. ايه ستوكو كي تكلمك منك ليه شوف تفهم وشوف ليه بلا يخطالي. يا بنتي والله كيما نحكي لك دبر بيس ويحب على الطغي بالحق؟ والله خويا امشي له هكا في الغسطوران. ايه شنيا فصلت ستوكو هذا؟ الله هكا بصحته تكيرت عدا قديمنا. اسمع اسمع ما تنجمش ما تعقلوش راه تلقاه يا اما فوق السكابو والا طايح تحته. يا ترنكوشه شو كيعمل فيها؟ كان طلعت البدون وعلقته في السكابو مش سهلتها؟ كان راني جيت راني جيت يا سيد شكون سيادتك انت؟ المرأة اللي تخدم معكم هنا بعثتني قالت لي انت تفركس على بورتابل. جميل
محسوب جديد. كنت فيها كل مصرانه جيده اللي تتعلق في الوزنين. اكيد نعرف هذاك السيكوتار. يرحم فمك. كنت معاه مولاه كيف باعهولي شد صحيح باش يخليه في وزني. سمعني بدون شيء، شنو اللي شد صحيح يخليه في وزني؟ لا علينا يا رجل. لا علينا. قل لي ساعه بربي، نبيع كيف بورتابلوات؟ لا لا كل شيء. كل شيء اللي تصوره في بالك. عندي حاجات ندور وندلل بها. وعندي حاجات مكفنه في دبو. امن. مكثر البيعان وشريان بالكماندات يكفي. ايه هذه صنعة تعلمتها على خالي الله يرحمه. والله يرحمه عنده برشا من اللي توفى. ليه يا اخو مدى الحياة طبعا شكون مدى الحياة تي لا علينا لا علينا هذا قلت لك مكثر خدمتي بالكوموند كيما كل يحلو الحلو والسوم ربع الحق نتاع البازارات. شو ربع الحق ربع الحق؟ ايه كيفاش تعمل لا عادي كامل لازمش نقول لك ندبر في راسي. خويا يقول لك دبر راسك وتلقي كان يلزم اخدم على روحك خدمه النهار ما فيها عار. لا لا انا مكثر الخدمه بالليل. ايش بيه؟ اخدم على روحك حتى بالليل ايش بيه؟ ربي يعلم البيبان في وجهك. وحتى كان ما تحلوش يماو نخلعوهم. نخلعوهم سامحني شنو اللي تخلعوهم؟ انت لا علينا يا راجل شنو؟ لا علينا. ما ظهر فيه البورتابل عجبك. هاي اعطيني 40 دينار وان شاء الله مبروك عليك. 40 دينار برا 10,000 انت باهي. اسمع سوم هذا والله تدور لحالك كلها تلقاه. 10,000 علينا ايش بها؟ 10,000 علينا. هاي اثنين تستحق اي حاجه. كلم خوك ها؟ كلمني. زايد معاك يا خوي اسمع ربي يخلع بيبان في وجهك الكل. اصيل يا اصيل اجا شوف اجا شوف السوق كيفاش يميز البورتابل. أصيل أنا هنا. عيط لي سيدي خويا. ربي يقول لي جويدة سراج لك وينو؟ أول مرة نستحق له في حياتي كان جاي على قضيته هو راهم ربع ساعة الأولانية تمصبر قدامي. يا أخي شبيك على سي العابد؟ دي ساعة توا كلمني قال لي قريب يخلط مو لبيس تستنى فيه على جمر. يا عم جاء جواب باسمي مكتوب بالانجليز قلت نديله يترجمه لي. ابو زعما شنو فيه جواب؟ بربي جا تو كان جيت نعرف اش فيه هنا نبدا نتقلى هكايا على سراج لك. هيا هاوجي اوفا سراج لك تثقل عليك كلمه سي العابد. شنو سي شريف ولا ماكش مستعرف معهد جنيف معايا وانت باقي بارانو؟ يا عم سيدي بارانو منين جالك التلفزيون كله؟ شو سي عطوه كان يذكر فيك قال لي سي العابدي ينقل تشقي بالانجليز ها؟ اي نعم تنجم تقول يا لو بردمك عايش خويا شد جاني جواب بالانجليز نحبك ترجمه لي فرح وحالا مد هنا الو دونك ذا جريت جريت ايش نوع عابد؟ قلت لك عملي تحليل تعرس انا قلت لك ترجم لي الجواب. صارت تحب ترجمة حرفية ماشي في بالي ملخص انا يكفيك نو بروبلم خويا العزيز ها تو نحكي لك الصحيح. تفضل يا سيدي. بون هذا الجواب هذا يا سيدي جاك من عند الانترناسيونال بيزنس سي سي مكتوب انترناسيونال بيزنس معناتها بيزنس انترناسيونال اجنو اي والسي هذه شنيه؟ هو عطسي على ياسر سيدي خويا سي معناها كومباني بالعربي شركه فوالا سي تو. ايوا شو حبوا عندي هالشركه هذه؟ بون الور دونك ايوا قالوا لك نو سي با بوسيبل. شنو؟ قال لك يا سيدي راك ربحت 4 مليار دوات يحبوا على تعطيهم نمرو الحساب نتاعك وتبعث لهم 50 دولار نتاع التمبري فوالا. شنو شنو؟ تمبري تمبري 50 دولار؟ يا اخي ويني هالشركه ولاتي في المريخ؟ اسمع شوف انا قاعد نقرا لك في جواب بوان لالين نقول لك شنو اللي مكتوب يا سيدي. قال لك اسمك طلع في قرعه سي كلير عملوا اورديناتور خذا اسامي من العالم اجمع وعمل القرعه يا اخي طلع اسمك فوالا سي تو.
تو هكا عابد انا سيدي تيتا انا هكا حاي قرب هكا انا معناتها باش يجد عليا اللي انا اورديراتور لا نعرفه لا يعرفني يختارني من مليار نسمه يختارني انا باش نربح 4 مليار دويت. سيدي خويا كنت هطلع الحكايه بالمجد وصحيحه وتعرف على صحيحه ولا ماهيش صحيحه؟ انا هالحكايات نتاع بيزينيس وانترناسيون والسي هذيك واحد نشمهم على بعيد انا. حكايه التقطيع هذه القطعيه والسراق انا نعرفهم انا نشمهم أنا. وي وي دورا بي تو سويت هاني جاي سامحوني فما شكون يستنى فيا البرا. اه نعم شكون يسال عليا؟ هاوك عسلامة. عسلامة سيدي تفضل. عسلامة. عسلامة مرحبا. حلوة ياسر الزربية. ايه حلوة ايفيكتيفون. خديتها جديدة؟ خديتها جديدة شريتها اليوم الصباح ما لاباس. اليوم الصباح؟ نعم. من الصدفة. وغلاش يا بربي. اه هكيكا اعطي سم كايد ضحك. لا ما نفهمش ياسر في الزربية. اما يظهر لي تعمل فوق المليون. اكزاكتومون. اما عارف ياسر مهف خذاها اوب بربع السم. شنو أفار كبير ياسر. بيان سور اسمع عارف هكا فكي خرج من عيني هك هك هك. منين شريتها؟ شو منين شريتها؟ عندك فاتورة؟ فاتورة؟ الراجل عطاك فاتورة؟ فاتورة؟ لا عارف ما قال باش يجيب. باش يجيب. زعما أكيد. أنا ما نظهر لي. عرفتش علاش؟ على خاطركم بوليسية؟ 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 تبارك الله عليك. كيفاش عرفت؟ من اللبسة نتاعكم. لبسة؟ صحنا زوج سيفي. مو عندكم مهرة متاع مفتشين سريين كل أفلام؟ أفلام حتى السارق اللي نلوجوا عليه كأنه سارق متاع سينما. كأنه سارق في فيلم. كل يوم يخلع حنوط واحد ويسرق حاجة برد. يطلعش السيد هو بنفسه اللي شريت من عنده الزربية. تحب تقول لي انت ما في بالك شي بيها مسروقه؟ والله العظيم ورحمه بابا وراس بنتي قمر ولدي محمد عزيز. اما اختو ليا ربما هذه تخفف عليك التهم شويه. تهم؟ تهم بطبيعه تهم. تهم اختي رئاسه كبيره في حبس. حبس 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 حبس. شراء مسروق وتدليس فاتوره. يا ولدي ما قلنا لك الفاتوره ما خذيناهاش. ايه ما خذيتهاش. انت كنت ناوي تدخل فاتوره نتاع حاجه تسوى مليون ونص وانت واخذها بربع الحق. اش تسمى هذه؟ هو الراجل يكلم فيك بالقانون يا شريف. اي وي وي قانون. هذه تتسمى شراء بضاعه مع العلم بفساد مصدرها. اش تحب نقول لك يا شريف؟ ربي يسترك. برا نقولوا ما عندكش سوابق. لا سوابق والله ما عندي سوابق. حتى البطاقه نمبر 3 بتاعي تقلقان هكا. البرمي البرمي تاعي عمره ما تفكر. سيدي خويا ما عندكش كهرباء. اذا الحاكم يثبت في الامور هذيا ويراعيها وياخذها بعين الاعتبار تنجم ترسي لك في خطيئة. الحمد لله كي رصدت في خطيئة برك. انا اما شنو تبقى لك؟ تهمه التستر عن فار. فار 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 شنو هو؟ فار من العداله. فار فار من العداله. اسمع شو يا اخ انا راني نعقلوا السارق. تحبوا نعطيكم اوصافه؟ لا مش لازم خاطر احنا نعرفوه. اما انت اذا تحب تصلح اغلاطك ماشي. شخص شخص مصلحي من لا وكيك نمتثل امام العداله ونخلص اللي عملته الكل. سي ساوي اسمع خوك قاعد يغرق في روح. انا ننصحك قبل ما يكرفتوه جمله واحده قول له يكتب لك توكيل على الوتيل. اذا تحب تتخلص من التهم نتاعك الكل عندك حل واحد. شو هو اخويا؟ ولا برا نقولوا حلين. الزربيه هذه المسروقه ترجعها لمولاها وتعاوننا في شدان السرقه. اسمع شو ايش اقول لك؟ كانك على الزربيه رجعها لمولاها مش مشكل. اما كيفاش باش نعاونكم على شدان السرقه؟ يتصرف وجاك لهنا قبل وباع لك زربيه مسروقه؟ اي يكيت ويرجع يبيع لك حوايج اخرى. تفهمنا؟ باهي تفهمنا تفهمنا. هاي يلا معايا للمركز. بالصح في المحضر نتاعك. اوقف المركز انا. اوقف المركز انا. في المركز انا. ولدي جبت الروح. شفت شو صار فيا؟ نهارت لي ولدي يعدي في الباك. ولدك يعدي في الباك؟ وهو كذلك. حتى انا ولدي يعدي في الباك. ولدي يتبع مات ولدك. انا ولدي ايش انت مات؟
انا ولدي لحب يقرا ولحب ينجح. هي طول بالك، هيا نمشوا مع بعضنا ومانيش باش نعطلك. هاي فيسع خمس زرب رواحنا الاثنين باش ناخذوا على اولاد. تفضل 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 تفضل. وتعرف اليوم راهم يعدوا فلسفه. ايه نعرف. اكيد باش يجيهم ديكارت. ديكارت ديكارت مش نيتش؟ لا 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 ديكارت. عنده مده ما خرج لهمش. اكاو ديكارت انت اصح. احكينا عديت مليحة؟ كانكم علي انا عديت بالقداء وان شاء الله اللي يصلح يطلع يخمم كيفي وكا. ليه عاد اللي باش يصلح يطلع يخمم كيفي ما يعطيوهاش يصلح ورق الباك مش هكا؟ اشطح لكم. جانا سؤال على اخر درس اللي في ساعته ما مشيتلوش. زوز اسئله مش في البرنامج. اي وعلى زوز دروس زاده انت ما حذرتهمش وطيحتهم مش هكا؟ يا حاسيلو خذيت الموضوع الاول انا اضمن. بيهيت المسودات نتاعك قطعتهم ولوحتهم. علاش لوحتهم؟ تي باهيش هي توا واحد معناها يروح من الامتحان ويزيد يلقى شفاهي هوني. ما الحكايه هذيا؟ تقول واحد في مركز وزوز يحقوا معاك مركز؟ حتى انت ندولك المركز يحقوا معاك؟ من الحكايه بدات تكبر. مش ترسلي توا في حل اربط انا؟ بابا شبيك ما هو لاباس. خلي اسكت خلي يخمر اسكت. مانيش ريت زربيه طلعت مسروقة. أوه. هي مسروقة وباش نمنع يلزمني توا نشد السارق ونعلم عليه البوليسية. يا داري على روحي راجلي باش يتشد. راجلي باش يتشد يا داري. يزي مش شوي يزي. اسمع انا نبه عليكم ها كلمة ما تخرجش من هنا. ها قال لي انت شو عملت مع ديكارت؟ شكون ديكارت؟ شكون ديكارت؟ شوف اي دقدقها الدار توا دقدقها. شكون ديكارت؟ شكون ديكارت؟ خلينا نمشي خير خير من ترسلي في قضية واحدة أخرى. شو عندي قلت له أخي أنا؟ ستوك سمعني عمي كيف بطلع النظف الثرية شيت تتخذل حبس وخطية ومليون ومئتين حق الزربية شيت ما تخافش عارف يا دايرة وبردوي نظم كل شيء حتى من شرابي شد أقرأ وانت منين تذهب بالشنوة منين؟ لا لا أقرأ ثم جملة بالانجليزي. بالانجليزي؟ أنا أقرأ بالانجليزي بان أتوجي العابد يثبت لنا فيها. أما أسمع كان يطلع ما يتنعاش كان يطلع ما يتنعاش لما نحرير لك حق الزربية من شعريتك. يا مسكين عارفي مسكين سيمحوا سيمحوا والله سيدي خويا لا 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 سيمحوا ما راهي لا 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 في معك شيء تعرف تعرف كيفو مش حتى كان فش الزربية مش مشكل النجم مبدلوها بربع الحق. نعرف واحد عندي توصي على حاجة هو اللي بهلك من غضوة هم عندي تليفون بنحب نكلمونك شو السارة ليه تعرفوا السارة؟ أنا السارق السيد اللي بيع بربع العق. طلع سارق هو ما انا شنو عرفو قال لي بركه ب 4000 وعطاني نمرو بتاعه وقال لي كي تحق حاجه يلاني كلمني نجيك نجري. انت طلعت تشري في المسروق هردت عليك امشي تو باش ترسيلك في الحبوسات والقضايا والهم والبين على قبك. يا سيستوك من عليك اللهم اللهم شنو تعاوني في شد السارق. باهي ما كيفاش؟ كيفاش؟ سؤال باهي كيفاش كذا؟ تناديلو الهوني على اساس باش تشري من عنده حاجة. مثلا ما عادش انا بار اكزامبل تلزم الكولور؟ لا حرجية ما قلتلك لا شاستيريو اش بدخلكم انتوما؟ تشري من عنده مثلا وي موبيلات موبيلات على خاطر ساهل ياسر سرقانها. قلت لك لا اش مدخل؟ سمعني انا اونترتون النادي للبوليسيه يجيو يلقاو السيد هنا مستنصب يلقيو عليه القبض. اش قولك؟ باش قولك قول لي عرفت لمعنى بربي نعم اش قولك كان يجيب لنا الجربيه قبل وبعد نقري عاود القبض فكره ياسر وانا
معناتها نهربوا من تهمه نطيحوا في تهمه اخرى. تعرف بيناتنا انت ما كذبش اللي سمك ستوكو يا ستوكو. شنو هو ستوكو؟ بورتابل ب 10,000 الزوز ب 5,000 تشري؟ اما اسمعني الكابل كينغ طلع ضربه ضربه تربي تشري يا مصدق وهزه جايزوز ومليون شير لكم راني بديت نسخن. سي شريف سلكها؟ إن شاء الله هو كان شد وسرق اليوم يلا. شوف عرفتي أنا راني سألت وقالوا لي صعبة ياسر الحكاية. تعرف قالوا لي يلزم على الأقل على الأقل ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا هما ستة محامين. هي باش يمنع منها مالك؟ علاش؟ يا أخي هو قد ما تكثر محامين قد ما قضيتك تسهيلة. قالوا لي عرفتي يا جويدة راني بسيط يا جويدة يا جويدة راهو راسي يتعرى. ماني البارح هزيت الجواب نتاع اخوك ومشيت للبنك قلت خنثبت في عقلي يا خطرت لي باش نتبع الحكايه الاخرى يولي تبعث لهم النيميرو دو كونت نتاعي وفاكس بالوقت ولا حبي ثبت تعرف ايش صار لي ماني اليوم الصباح حليت الكون شي شوف وصلونيش الفلوس ولا لا يا اخي نلقى يا ندرا شكون عامل كوماندات وساري سخط فلوس دبش على الكونت متاعي انا هاي او كرصات الموسى هكا حصلت معه تسخالوا بسهلة. شوف سي العابد وقتنا هذا يلزمك تفهم في الحسابات والقانون والتاريخ والجغرافيا والسياسة والثقافة وكان لزم في الفلاح والخياطة والصناعة التقليدية بنت اوي سمحوني مزمزالات لا تستوكو هوني اوكي استنى فيك في البايرو تركوشة تركوشة سيد سيد اشبك اشبك خلك اشبك اشبك فكرت شبير فكرت وصلني من الدار فعلا 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 على كل حال حدث يا رجال برا اخرج اطول فيها مسي شبير تم حكيولي هذاك توحش خالته يا اخي حب يوصلوه لدارها عابد وي اشعوني ايش ترى ترجم لي هذه اللي في البيدون هذا قالك يا سيدي نعم كود دامج كابتس اش معناتها هذه معناتها كي تبزوا على زربيه تمشي جمله واحده برافو عليك هذاك حبيت نعرف حتى انا زيد استخو استخو هكا نقصك يا سيدي يا خويا سلكت قضيت ستوكو ما بهمني ما يستهلش